أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الأمسية من حضرة المساء، ومساء جميل برفقتكم بالتأكيد. الآن مشاهدينا معنا ضيوف داخل الأستوديو جميلين جدا من اللجنة العليا لتأبين المرحوم البروف مدني ابن عوف العطار. نرحب سويا مشاهدينا بالضيف الأستاذ علي حسن خواجة، وأيضا الأستاذ حمد النيل حاج محمد صالح. أهلا ومرحبا بكم. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم، احنا جاهزين لأي استفسار أو سؤال. مساء الخير عليكم. أنا في المساء يعني منورين لنا، وحتكون ليلة خميس جميلة برفقتكم. إن شاء الله خميس بطبع الخميس هو نهاية الأسبوع، الناس بتجتهد فيه. نعم. وعندهم فيه مراسم وعندهم فيه ترتيبات، إن شاء الله تجد عندنا كل ما يسري هذه الحلقة من تداول وإفادات. بالتأكيد إن شاء الله. أنا الحقيقة قبل ما أتحدث عن الأمسية، هو طبعا تأبين إن شاء الله حيكون يوم السبت بنادي تنقسي، والدعوة عامة لكل أبناء تنقسي ولكل الشعب السوداني. تأبين يوم وفاء لأهل العطاء، الرجل يستحق. ولفت نظري بيت الشعر اللي مكتوب في الدعوة: هو يوم الوفاء حب بحزن نتساقاه والكؤوس دهاق، يا أبا أحمد عليك سلام الله، ما خالج القلوب اشتياق. له الرحمة والمغفرة. وأستاذنا على الحسين، يعني في البداية قبل ما نتحدث عن التأبين والظروف الكثيرة الموجودة في البلاد اللي أدت لتأخيره، هنتكلم عن المغفور له بإذن الله نفسه. رجل استحق إنه الناس تقف عنده وتقيم ليلة كاحتفاء بما قدم، وكنوع من الوفاء للعطاء والأيادي البيضاء اللي كان بيمدها لكل أهل السودان. ممكن نقول شكرا جزيلا. سؤال حيوي جدا، وياه الهدف منه نحن نعكس هذا النشاط وهذا الأداء للدكتور. هو أولا استشاري أمراض جلدية، أستاذ في كل الجامعات كليات الطب في الخرطوم، وبالذات جامعة مأمون حميدة المستشفى الأكاديمي عنده عيادات مستمرة، وده مستشفى خيري بيأدي فيه عمل. عنده أكثر من 3 عيادات فاتحة في أطراف في جوه المدينة دي، وبيلتقي فيها بالمرضى من أجل العلاج وليس من أجل الكسب المادي. في ده كله الدكتور ده الوقت بتاعه مليان على الدوام، عيادات، محاضرات في المستشفيات، محاضرات في الجامعات، وعمل اجتماعي متواصل، عمل اجتماعي في قضايا المجتمع الخاص بالولاية الشمالية ومحلية الدبة وتنقسي الجزيرة على وجه الخصوص. هو في الوقت ده كله رئيس لنادي تنقسي الجزيرة بالسجانة منذ العام 1988 إلى مارس 2013، كم 20 عام قضاها في النادي، كلها عطاء وكلها أداء وكلها توافق وترتيبات خدمية للمنطقة عموما، كان ولاية شمالية، كان محلية الدبة، كان تنقسي الجزيرة على وجه الخصوص. في أثناء رئاسته للنادي ده يعني مرت بالمنطقة 3 فيضانات، وهذه الفيضانات كانت كاسحة تماما للمناطق عموما. في تضرر منها الكثير من الأهالي، ضرر لا حد له ولا حصر. استطاع مع مجموعة من زملائه في لجنة النادي، في اللجنة العليا، في أهل البلد عموما، أن يقدم ملموس ومحسوس تماما. استطاع بكفاءة وبقدرات وبعلاقات توفير آليات من القوات المسلحة، سلاح المهندسين، توفير آليات من وزارة الري، توفير آليات من شركة شريان الشمال، رحلت عبر، يمكن هو الآن صورته معانا على الهواء. نعم، هو ذاته ليه الرحمة والمغفرة. ده خطاب نهاية الدورة في 2013 بيقدم الخطاب ده، فيه 84 ورقة مطبوعة كخطاب بتاع إنجازات للمرحلة بتاعت 22 عام أمام الجمعية العمومية لأبناء تنقسي. علي حسن اللي هو أنا الأمين العام، هو رئيس النادي، اللي في يمينه ده أخونا المرحوم بابكر إبراهيم البدري لواء، تسلم الراية بعد ما سلمناه نحن. علي حسن هو قدامك، علي حسن خواجة. نعم. البروف مدني بن عوف اللواء بابكر إبراهيم البدري. نعم. دا
المسرح بتاع النادي يقدم فيه عطاءه في 84 ورقة مطبوعة من حجم الاي 4. نعم. طيب متعارف عليه انه هو من اهل العطاء يعني. نعم. بروف رحمه الله عليه. عايزين ناخذ جانب استاذ علي حسن من الحفل والمشاركين في هذا التأمين. حقيقه المشاركين في هذا التأمين التأمين دي ده قام ابويه ابناء منطقته يعني اسمها منطقه المنوره بتنقس الجزيره محليه الدبه ولولاية الشمالية. هم قايمين بالتأبين ده والمغتربين يعني والناس كلهم قايمين. وهو على أساس أنه هذا البروف قدم خدمات كبيرة وجليلة للمنطقة وكان المنطقة يعني فيها بعض الأشكالات يعني لكن استطاع بحكمته وبعطاءه وبإخلاصه قدر يوحد المنطقة كلها وقدر يقود أبناء المنطقة كلهم للأمام لإنجازات عظيمة جدا اللي هي ذكرها أخونا علي حسن اللي هو إنجازات كبيرة جدا من فيضانات لتعليم لصحة لكل المناطق دي هو قام بها ولذلك أبناء المنطقة هم عرفانا لهذا الجميل قالوا نحن نقدم تأبين ليه يليق بمقامه وفعلا التعبين ده هيكون ان شاء الله يعني له يعني امر كبير لانه فيه بعض الحاجات اللي هي ممكن تبرز نشاطه وعمله القام به وزي ما شايفين في ده جزء من ثلاثه. نعم. على طول كلمنا عن التعبين طيب وحيكون وين والساعة كم والفقرات اللي فيه وذاته بيحتوي على شنو؟ نعم التعبين حيكون يوم السبت الجاي قدامنا دائما 18 والساعة 5 مساء وحيكون التعبين يعني فيه عدة من الفقرات كثيرة جدا الفقرات فيها شاشات تعرض ل إنجازاته وفيها برضو يعني كلمات كثير من أبناء المنطقة قالوا شعر يخصه شعر يعني في حقه وكثير من الكتاب كتبوا عنه دي كلها هتعرض في التأبين ويعني إن شاء الله يعني نحن ندعو الناس أن يكونوا حريصين للحضور يوم السبت الساعة 5 مساء في نادي تنقسي الجزيرة هي جوار سوداتيل في النادي هناك دعوة عامة بإذن الله. الدعوة عامة عنده بالمناسبة هو عنده أصدقاء كثيرين جدا من الأطباء زملائه ومن الأساتذة زملائه في الجامعات ومن طلاب الجامعات اللي هو بيدرس فيها هو عنده يعني ناس كثر بيحبوه بيقدروه أكثر مننا. نعم. عشان كده كان هو كان شخصية محبوبة بالمناسبة. صحيح. محبوبة لكل الناس. نعم. كل الأطراف عشان كده التعبين ده القايمين وأبناء منطقته لكن التعبين ده حيحضروه عدد كبير جدا زي ما قلت لك من الأطباء والأساتذة. نعم. ومرضاه في العيادات الثلاث وعنده ثلاثة عيادات وكل من قدم له يعني يد العون يعني حب بحزن إذن الجميع مدعو يوم السبت إن شاء الله الخامسة مساء بنادي تنقس الجزيرة رد هذا الحب والعرفان لرجل أعطى واستحق مننا كلنا كشعب سوداني بنقول يعني ربنا يرحمه ويغفر له كل إنسان بيحطي بحبه بوفاء للبلد دي بيستحق مننا نترحم عليه وإنه نحفظ له الجميل الراحل المقيم مدني أبن عوف سعادة أول بروف مدني أبن عوف شكرا جزيلا أستاذ علي حسين شكرا جزيلا البروف ذاته آخر مرحلة لي وكانت عميد كلية الطب جامعة السودان له الرحمة والمغفرة والبيصنع جميل بيظل خالد بيننا عشان كده بنقول احرص انه سيرتك تكون طيبة واحرص انك تقدم للناس عشان تكون خالد مدى العمر باجمل سيرة له الرحمة والمغفرة شكرا جزيلا لوجودكم اكيد نحن معاكم والدعوة عامة ان شاء الله كل الناس تلبي والتأبين يطلع بمقام الراحل المقيم ان شاء الله هنتواصل نحن يا لينا ولا خلاص لا في عندنا الفقرة القادمة يعني عايز أنوه المشاهدين يكونوا حريصين لحضور الفقرة القادمة لأنها مشيقة وجميلة جدا 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 ولكن بعد هذا الفاصل ثم نعود خلوا مساكم معنا